عليا الألفي، أنا بشارك بأربع لوح من قصة The Picture of Dorian Gray، وهي أنا بتكلم أكتر حاجة على فكرة الأصدقاء وتأثير الأصدقاء على بعض. فأنا في أول لوحة كنت كان في تعبان وأرنب، والتعبان ده هو الصديق السيء اللي بيحاول ينسي الأرنب ده الحاجات اللي في شخصيته الكويسة. فجي الكلب الوفي صاحبه حاول ان هو يساعده ان هو يبقى احسن وينسى تأثير الصديق الوحش، بس للأسف انه ما قدرش بسبب التأثير القوي للتعبان. فبدأ ان هو يتحلل وبدأ يبقى شخص عايش بس بدون روح. فالورد دبل وكل الحاجات اللي تعرض لها أثرت عليه لحد ما ماتت شخصيته، وهو مات وما بقاش الشخص زي ما كان.